التصحر واهتمام دولة الإمارات العربية المتحدة في التصحر كقضية بيئية عالمية. اليوم نتكلم عن دولة انضمت إلى الاتفاقية العالمية للتصحر عام 1998، كانت أحد أول الدول اللي انضمت للاتفاقية، وضعت استراتيجيات لتنفيذ التزامات الاتفاقية لتخفيف أضرار التصحر ليس فقط في دولة الإمارات ولكن أيضا عالميا. جددنا الاستراتيجية وحدثناها في 2014 وإلى 2021، واليوم نحن نعمل أيضا على تحديث هذه الاتفاقية لموائمتها مع إطار العالمي للتصحر. اليوم في دولة الإمارات نحن مو بس دعمنا الجهود العالمية، لكن اليوم شغلنا داخليا ومحليا في الدولة على العديد من المبادرات التي تخدم تخفيف من التصحر والجفاف وأضراره. أطلقنا مشروع غراس في 2018، ممكن تطلعون طبعا عليه، يعتبر أبليكيشن حق كل شخص اليوم يقدر يزرع وين ما كان، سواء في بيته أو طالب في مدرسته أو في عمله، نبتة محلية، شجرة محلية، ممكن تساهم في تخفيف انبعاثات الكربون. طبعا تعرفون أهمية اليوم النباتات في دولة الإمارات، غير أنها هي مصدرة للرياح، هي أيضا تمتص ثاني أكسيد الكربون واللي يخفف من تأثيرات تغير المناخ اليوم علينا. فغير كذيها نحن أيضا عملنا على مشروع ثاني مثل مشروع القائمة الحمراء، اليوم اللي يحدد بالضبط شو حالة النباتات في دولة الإمارات، وين توزيعها، وين تواجدها. إن شاء الله هالمشروع أو هذه الخرائط إن شاء الله بتشوفونها قريبا، بتصدر عن طريق وزارتنا إن شاء الله وعلى الموقع الإلكتروني، وحتى الخرائط المرتبطة في هذا المشروع إن شاء الله بيصدر. واليوم تقدر في أي نبتة في دولة الإمارات أنت تعرف شو حالتها في الدولة، وأين تتواجد الدولة، وين تقدر تشوف هذه النباتات أيضاً.